بنات سلامات، ترى سارة. رهف، مين يعرف عن موضوع الخطبة؟ ندى، ما علمت غيرها والحين كل المدرسة تعرف. يا بنت الحلال، كم مرة قلت لك مو بس أنا، ترى حكيت الفاطمة. لا تنظروني كذا، قلت السالفة لسارة. زين لقيتكم متجمعين، أبغى أشرح لكم إيش صار. ما في غيرك، ليش تسوين فيني كذا؟ مو على أساس إحنا صحبات؟ والله ما قلت شيء عن زواجك. إيه بس أنت اللي أرسلتي الفيديو. أنا أرسلت عشان أعرفها وأكسب ثقتها، بعدها نلعنها سوا. وليه ما قلتي لنا عن فكرتك العظيمة هذه ونمشي معاك فيها؟ أنت ليش قاعدة تتصرفين من راسك؟ بنات ما يصير. سارة أعرفها، صادقة. بعدين أنت مو هكر؟ حساب ماما ما عجزتي عنه. ليش ما قفلت الحساب للحين؟ يمكن لك مصلحة فيه وتبين تشاركين فيه عشان تكونين محور الدنيا في المدرسة هنا. ولا ليه ما هكرتي؟ ما هكرت لأني ما أعرف أهكر. كنت أكذب عليكم لأني حسيت إنه شيء واو. من جدك يا سارة؟ قلتي لي حتحذفين مقاطعي. كنت أكلم واحد هكر، هو اللي هكر الحساب أول مرة وهكر حساب أم ندى بعد، بس الحساب الجديد ما عاد قدر يهكره لأن البنت حريصة مرة. لا كذبة جديدة هذه صح؟ انقلعي انقلعي برا، ما ابغى اشوفك. احصل على عرض بدل الشهر 3 عند اشتراكك بشاهد.